أكثر من 12 مزرعة للدواجن استهدفها طيران العدوان السعودي في مختلف محافظات اليمن في إصرار واضح على تدمير البنية التحتية وموارد الاقتصاد اليمني، آخرها مزرعة الزهراوي في تعز التي قصفها العدوان في إطار خروقاته للهدنة المزعومة. عدوان السعودية وخرقها للهدنة المزعومة في عدد من المحافظات، جريمة ليست الأولى من نوعها، خصوصا استهداف البنى التحتية ومقدرات اليمن وتدمير اقتصاده الوطني، حيث استهدف العدوان في آخر خرق للهدنة فقاصة ومزرعة الزاهري للدواجن في منطقة البرحي غرب مدينة تعز بغارتين جويتين أدت إلى تدمير المزرعة بالكامل، مخلفة خسائر مادية تقدر بستة ملايين دولار. والله نتوقع من العدوان أي شيء، قتل المرأة وقتل الطفل، هذه فقاسة، والكل في المنطقة هذه وكل الشعب اليمني خاصة في مشروع الدواجن يعرف أن هذه أكبر فقاسة في الجمهورية اليمنية، خاصة بمشروع إنتاج البيض، لا ليس أي ليس لها أي مشروع غير ذلك، لا يوجد فيها أي صواريخ ولا يوجد فيها أي دبابات ولا يوجد فيها أي أسلحة. المزرعة لم تكن معملا لتخصيب اليورانيوم أو تطوير الصواريخ البالستية ولا منشأة عسكرية، بل مزرعة للدواجن يعمل فيها أكثر من 60 عاملا، وتعد موردا مهما من موارد الدولة الحيوية، تزود السوق المحلية بأكثر من 45 مليون بيضة في السنة. فدأنا بالعدوان على الفقاسة، كنا نفتكر نضربها في مكان ثاني، وبدنا نشوف الدخان تصاعد والأشياء تساقط ودمرت الفقاسة بالكامل، استغربنا ذلك جدا، فقاسة تعمل رد اقتصاد الوطن. وكان أصحاب المزارع والمنشآت طالبوا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وقت سابق بالنزول إلى منشآتهم للتحقيق في جرائم العدوان الذي دمرت منشآتهم بشكل كامل دون أي جرم يقترف. رسالة للمنظمات الإنسانية والمدنية أن يأتوا إلى هنا ليفضحوا العالم أجمع، موجود البيض موجود داخل الفقاسة والكتاكيت أحياء عادها حتى اليوم ولا يوم غدا ولا يوم بعد غدا ستظل أحياء، هكذا هي الكتاكيت يعني تظل أحياء 3 أيام بعد الفقس، فليأتوا المنظمات الإنسانية ليفضحوهم أمام العالم. أكثر من 12 مزرعة للدواجن دمرها العدوان أدت إلى نفوق عشرات الآلاف من الدجاج، فيما خبراء اقتصاديون أكدوا أن خسائر اليمن اقتصاديا جراء العدوان السعودي الغاشم بلغ حتى اللحظة أكثر من 6 مليارات دولار، توزع معظمها على القطاع الصناعي والزراعي.